إذن متابعة آخر تطورات العدوان على غزة مع استمرار الاحتلال في ارتكابه المجازر والجرائم ضد المدنيين وسط مقترحات جديدة من الاحتلال في إطار المفاوضات لإنهاء هذه الأزمة. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمود الصيفي. مرحبا بكم أستاذ محمود، وكذلك عبر سكايب من جنين بالباحثة السياسية الفلسطينية الدكتورة سناء زكرنا. أيضا مرحبا بك دكتورة. أبدأ منك أستاذ محمود، إذن 180 يوما مرت على عدوان الاحتلال الصهيوني حتى الآن على غزة، ويستمر هذا الاحتلال كما تعلمون ويعلم الجميع في ارتكاب هذه المجازر والجرائم ضد المدنيين. إلى ما ترجع هذا الثبات لنصفه الأسطوري من أبناء فلسطين للمدنيين في هذا العدوان في غضون كل هذه المدة الطويلة؟ يعني بداية مساء الخير لك ولكل المتابعين في قناة الرافدين. يعني نترحم على الشهداء ونسأل الله الصبر والثبات لأهلنا في قطاع غزة. يعني 180 يوما من العدوان وحرب الإبادة والجرائم التي ترتكب أمام مسمع ومرأة كل العالم بما فيها الفاعلين الدوليين وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس الخداع للمجتمع الدولي وتسخر حقيقة تسخر من المجتمع الدولي أيضا أمام هذه الجرائم التي ترتكبها مستعمرتها على أرض فلسطين المسمى إسرائيل. وبالتالي على مدى 6 أشهر كاملة من هذا العدوان وهذا الحرب ما زالت حقيقة المقاومة الفلسطينية يعني تقاوم حقيقة، لأن لا خيار للشعب الفلسطيني سوى الدفاع عن نفسه، وليس كما يقال أن هذا الكيان يدافع عن نفسه. نحن كفلسطينيين نحن الذين ندافع عن أنفسنا أمام هذا الاحتلال. يعني هذا الاحتلال يدعمه كل الحلف الأطلسي بكل المعدات وكل الوسائل من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية ما زالت صامدة، وحتى مساء اليوم يعني كانت هناك رشقات صاروخية من مناطق في شمال قطاع غزة، يدعي الاحتلال أنه سيطر على هذه المناطق في شمال قطاع غزة، رغم أنه تواجد فيها عدة مرات ذهابا وإيابا تدميرا وقتلا، وما زال هذا المقاوم الفلسطيني يتحدى هذه الآلة الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك رهان المقاومة الفلسطينية على شعبها، ما زالت هذه الحاضنة الشعبية يعني تقف إلى جانب المقاومة يعني كخيار وحيد أمام هذا الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه العادلة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. من هنا أيضا دكتورة سناء، حياك الله مجددا. من ضمن هذه الانتهاكات الاحتلال لا تزال طبعا تداعيات استهداف قافلة المطبخ المركزي العالمي، وتتواصل طبعا الدعوات لتحقيق ومحاسبة الاحتلال بهذه الحادثة. إلى أي مدى ترين أن هذا الضغط الدولي من الممكن أن يؤثر في إيقاف أو التقليل من هذه الانتهاكات الفظيعة للاحتلال ضد المدنيين؟ يعني بداية يسعد مساك أستاذ الكريم ولضيفك ولجميع المتابعين لقناة الرافدين. يعني نقول أن 6 شهور من العدوان المنظم والجريمة المنظمة على قطاع غزة من الكيان الصهيوني ومن قوى التحالف والشر في العالم، مدعومة من كافة الأنواع الأسلحة اتجاه قوى مقاومة في قطاع غزة. نقول أن الاحتلال الصهيوني يستهدف ليس فقط المدنيين في قطاع غزة، وإنما جميع المباني والمنظومات الصحية، أضف إلى ذلك أي فريق إغاثي يعمل داخل
قطاع غزة حتى لو كان يحمل الجنسية الأجنبية، لا يفرق الكيان الصهيوني، ولديه خطة ممنهجة في ضرب كل مقومات الحياة وفي كل من يمد يد العون إلى قطاع غزة. نقول أنه بالفعل لا توجد أداة ضاغطة لغاية الآن على الكيان الصهيوني من أجل وقف مجازره. 6 أشهر من العدوان وانتهاك كافة المواثيق والقوانين الدولية، وبالتالي الكيان الصهيوني لا توجد لديه رادع، حتى أن القيادة الأمريكية والتي يعتبرونها أداة ضغط على الكيان الصهيوني هي من المشاركين في هذا العدوان، وأن الكيان الصهيوني يتمادى في عدوانه بعض التخطيط والتشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع خططه سواء العسكرية أو السياسية على الساحة الفلسطينية أو على الساحة الدولية. نقول أن حتى الأنظمة العربية التي يفترض أن تكون داعمة للقضية الفلسطينية وداعمة لوقف المجازر على قطاع غزة، اليوم للأسف الشديد نرى بعض الأنظمة العربية هي متواطئة مع الكيان الصهيوني ومشاركة في حرب الإبادة وفي حرب التجويع التي يشنها الكيان الصهيوني. لغاية اليوم نفتقد كفلسطينيين إلى أداة ضغط حقيقية على الكيان الصهيوني، ونقول لو كان هناك أداة ضغط حقيقية لما تمادى في عدوانه 6 أشهر من استخدام كافة الأساليب من الأعمال القتالية، من استهداف المدنيين ومن استهداف المباني واستهداف المساجد واستهداف الكنائس. وأيضا أنه نقول أن الكيان الصهيوني يبدع في ليس في عمليات القتل وإنما في عمليات العبث في الجبهة الداخلية، استخدم كافة الوسائل والأساليب التي من شأنها أن تزعزع الأمن الداخلي، ولكن للأسف مع كل هذه المحاولات والأسلحة التي استخدمها سواء سلاح التجويع أو العبث على العشائر وإيجاد خطة أو جبهة ثانوية للقيام بأعمال سياسية وإدارية داخل قطاع غزة، ولغاية اليوم فشل في إيجاد أي خطة حقيقية لكي يقوم بتحييد الحكومة الحالية أو فصائل المقاومة في قطاع غزة. نعود أو نزكي هذا الأمر إلى أن المقاومة الفلسطينية لديها حاضنة شعبية داخل قطاع غزة تدعم هذه الحاضنة نعم دكتور سلام، ممكن أن تعمل على العبث في الجبهة الداخلية. أيضا في سياق نفسه على الصعيد الميداني، وأسأل من حيث انتهى الدكتورة سناء أستاذ محمود، بعد مرور أكثر من 6 أشهر إذا لا تزال هذه المقاومة ثابتة في الميدان تحقق نجاحات هنا وهناك وتوقع المزيد من الخسائر في صفوف قوات الاحتلال، كيف يمكن أستاذ محمود قراءة هذا الثبات العسكري والتكتيكي للمقاومة في حين يراهن العدو كما تعلمون على عنصر الوقت باستهدافه الهمجي والوحشي للمدنيين لإسكات صوت المقاومة؟ يعني المقاومة الفلسطينية بصمودها الأسطوري حقيقة أمام هذه الآلة الصهيونية الأطلسية التي تبطش بكل إنسان سواء كان طفلا أو امرأة أو نساء أو نساء أو شيخا، يعني الاحتلال الصهيوني يستهدف كل من يمشي على الأرض، وبالتالي كانت المقاومة الفلسطينية حريصة على أن تكون يعني بمخططها أن تكون هناك مسيرة طويلة حقيقة من النضال والمقاومة، ولذلك وضعت استراتيجيتها المقاومة الفلسطينية على امتداد هذه الفترة ولفترات قادمة. فلذلك هي تعلم عقلية الكيان الصهيوني في تماديه في الجرائم الوحشية، وهي حقيقة هذه الجرائم هي وسيلة للضغط على المقاومة الفلسطينية. يعني ما تمارسه قوات الاحتلال من هذه الجرائم هي الوسيلة يعني الأساسية في الضغط على المقاومة الفلسطينية في مزيد من قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، وسواء كانت تعليمية أو صحية أو إغاثية. لذلك المقاومة الفلسطينية صاحبة النفس الأطول في هذه الحرب العدوانية، تجد نفسها يعني لا خيار لها أمام هذا العدو إنها أو إلا أن تقاومه، أن تواجهه، خاصة أن مجتمع
دولي يعني صامت وساكن لا يمارس سوى الأقوال والأفعال بعيدة عن أعماله، وبالتالي لا خيار أمام المقاومة الفلسطينية إلا الصمود وإثخان الجراح في هذه القوات الصهيونية. حقيقة أنها تتخبط في قطاع غزة، وشاهدنا الكثير من القصص التي حدثت في قطاع غزة لهذا الجيش النازي المتخبط بين ركام أبنية ومربعات قطاع غزة المدمرة، وكيف المقاومة الفلسطينية ترصد هؤلاء الجنود الصهاينة وتختار القائد العسكري لهذه المجموعات، مما يدل على أن المقاومة الفلسطينية هي راصدة لتحركات جيش الاحتلال الصهيوني في كل أماكن قطاع غزة. ولذلك نشاهد أن الاحتلال الصهيوني رغم كل هذا الجبروت الخيالي الموجود في قطاع غزة، سواء كان بحرا أو برا أو جوا، إلا أن المقاومة الفلسطينية استطاعت وما زالت أن تثخن الجراح في هذا الجيش النازي، وتصمد وتصبر وتصطاد، حقيقة تصطاد كل ضباطه. والاحتلال كثير ما يعلن عن قتل ضابط وبعض الجنود، ولكن كان دائما مقتل الضابط القائد لهذه الدوريات القاتلة المجرمة التي تنتهك كل حقوق الإنسان في قطاع غزة. أيضا دكتورة سناء، ليس بعيدا عن الوضع الميداني تحديدا في عملية رفح العسكرية، يعني هنا تصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، هو نقل انتقاد واشنطن للخطة التي قدمها للصهاينة بشأن عملية رفح، وعدها غير قابلة للتنفيذ. إذا كان الخلاف الأمريكي الإسرائيلي أو الصهيوني يتعمق مع مرور الأيام، هذا حسب ما هو معلن يعني من تصريحات، هل سينعكس ذلك برأيك على سير المفاوضات لإيقاف إطلاق النار؟ يعني أنا دائما ما يضحكني في الإعلام حينما يقولون أن هناك اختلاف ما بين أو هناك صراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، حقيقة ما هي إلا فرقعات إعلامية، ولكنه على العكس من ذلك، هذه الفرقعات الإعلامية من أجلها أن تحصد نتائج سواء للقيادة الأمريكية أو للكيان الصهيوني، ولكن حقيقة الأمر هو تبادل أدوار. الكيان الصهيوني يمعن قتلا في قطاع غزة، والقيادة الأمريكية تتخذ مواقف سياسية من أجل ألا يتم الزج بها بعملية الإبادة، وهي من باب كما نقول أنها ضحك على الشعوب العربية والأنظمة العربية وعلى المؤسسات الدولية، حينما تذهب الولايات المتحدة الأمريكية لإدانة عمليات القتل المدنيين وتعظيم الحالة الإنسانية واستخدام سلاح المجاعة، وفي نفس الوقت ترفض الكيان الصهيوني في كثير من الأسلحة النوعية وترفضها في دعم ميزانيتها. نحن نتحدث عن 3 مليون تريليون من دولار تم إرفاد الكيان الصهيوني، وهذا من شأنه أن يعزز عملية الإبادة الجماعية. نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي داعمة في العدوان على قطاع غزة، هي شريكة ليس فقط في إمداداته العسكرية وإنما في الخطط العسكرية التي يتم تنفيذها داخل قطاع غزة، وأن الكيان الصهيوني لا يتحرك قيد أنملة إلا بعد الاتفاق والتشاور مع القيادة الأمريكية، وأن زيارة بلينكن دائما إلى الكيان الصهيوني واجتماعه مع مجلس الحرب يتبعه الكثير من المجازر داخل قطاع غزة. اليوم نعرف من متى ستكون هناك مجازر من زيارة بلينكن، والذي دائما ما يتبعها بالكثير من المجازر والإبادة الجماعية. نقول لو بالفعل أن الإدارة الأمريكية هي أداة ضاغط على الكيان الصهيوني لوقف الحرب لما امتدت هذه الحرب إلى 6 أشهر، وهذا نقول أنه إمعان في الإبادة الجماعية داخل قطاع غزة. نقول أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية لغاية اليوم لم تدعم قرار لوقف إطلاق شامل للنار، وإنما دائما تتحدث على وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، ولكن لغاية اليوم لم يوجد تصريح لدى الإدارة الأمريكية بوقف إطلاق النار، وإنها تتفق مع الكيان الصهيوني من أجل اشتتات حركات المقاومة والتي تعتبر تهديد حقيقي للكيان الصهيوني، تتفق معه في الخطط وتتفق معه بالآليات وما إلى ذلك. ولكن نقول
أن بنيامين نتنياهو إذا أراد الدخول إلى رفح، ماذا سيحقق بنيامين نتنياهو إلا ارتفاع فاتورة الدماء وارتكاب الكثير من المجازر وانتهاك القانون الدولي؟ يعني ما يحدث في الشمال وفي الوسط وعملياته المستمرة منذ 6 شهور على بقعة جغرافية صغيرة جدا، وتتحدث عن جيش جرار مدعوم بكافة الأسلحة، نقول أنه لم يحقق شيء. وهو دائما ما يخرج الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يعلن أنه تم تفكيك ألوية المقاومة في الشمال وفي الوسط، ولغاية اليوم دائما الاشتباكات مستمرة في الوسط وفي الشمال. حتى اليوم كانت هناك رشقات صاروخية من شمال قطاع غزة إلى مستوطنات غلاف غزة، وهذا ما يكذب الرواية الإسرائيلية. حتى لو دخل إلى رفح لن يحقق شيء، وأن اشتتات المقاومة أو تفكيك ألوية المقاومة في قطاع غزة هو هدف بعيد المنال حتى لو طالت الحرب إلى سنوات كثيرة. ولكن المناورة في الدخول إلى رفح هي من باب الضغط على المقاومة الفلسطينية من أجل المفاوضات. ونقول حتى أنه إذا تم بتفكير بنيامين نتنياهو الأرعن في الدخول إلى قطاع إلى رفح فإنه سيدخل، ولكن لن يحقق شيء على المستوى العسكري، ولكن سيحقق هدفه وهو قتل المدنيين وارتفاع فاتورة الدماء وانتهاك للقوانين الدولية فقط. نعم أستاذ محمود، باختصار لو سمحت، يعني في إطار نقاش سير المفاوضات، هيئة البث للاحتلال نقلت أن الوفد المفاوض في القاهرة يحمل مقترحات وصفها بالمرنة بشأن عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة. كيف ترى هذه المقترحات المعدلة إنجاز التعبير التي يحملها وفد التفاوض للاحتلال في القاهرة؟ يعني حسب وزير خارجية قطر والذي أعلن مساء اليوم عن نقطة الخلاف ما بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، هو عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة. ولكن دائما كل هذه الحوارات والذهاب إلى قطر أو القاهرة كان الهدف هي مضيعة على الوقت من قبل الوفد الصهيوني، ودائما حكومة الاحتلال وعلى رأسها الإرهابي نتنياهو دائما يطلق التصريحات، وحتى إعلامه ومكتبه أن الوفد الذي يفاوض في قطر أو في مصر هو صلاحياته محدودة، وبالتالي كأن يقول أن الحرب ستستمر، قتل المدنيين سيستمر، الحرب الإبادة ستستمر. لذلك لو كانت هذه الحكومة المتطرفة معنية بوقف العدوان لا تم هذا من خلال ما قدمته المقاومة الفلسطينية كصفقة لإنهاء العدوان على قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وأسرى الاحتلال، وكثير من النقاط تضمنتها المفاوضات على مدى الأشهر الماضية. لكن هذا الاحتلال يماطل بين الفينة والأخرى ويصرح أن هناك أعطي صلاحيات، ولكن الحقيقة أن هناك مماطلة وخداع للمجتمع الدولي أن هذه الحكومة معنية بوقف الحرب، ولكن الحقيقة هي معنية بزيادة القتل والإجرام بحق المدنيين الفلسطينيين. طيب دكتورة سناء، في سؤال أخير أيضا في السياق نفسه، يعني هنا القيادي في حماس محمود المرداوي صرح بأنه هذه التعديلات التي يحملها الوفد المفاوض من قبل الاحتلال ما هي إلا مضيعة للوقت. ما الهدف برأيك الذي يسعى إليه الاحتلال في ذلك؟ هل هو كما تفضل أيضا أستاذ محمود قبل قليل مضيعة للوقت ولإطالة أمد هذه الحرب لتنفيذ مخططات الاحتلال في ظل الضغط الشعبي على حكومته؟ أقول أن مطالب أو شروط المقاومة الفلسطينية للحديث عن المفاوضات عن صفقة الأسرى هي 3 مطالب أساسية، ألا وهو وقف العدوان وإغاثة أهلنا في قطاع غزة وعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال. وبالتالي لا يمكن أن تذهب إلى التفاوض وأن المدنيين تحت إطلاق النار. هذه شروط طبيعية أن تكون لدى المقاومة الفلسطينية، وهي استحقاقات أساسية في الحديث أو الذهاب إلى التفاوض. وأن نقول أن عودة النازحين من الجنوب إلى
الشمال هذه أيضا طبيعية، وبالتالي إذا كانت الإدارة الإسرائيلية والكيان الصهيوني يذهب إلى تفاوض حقيقي لابد أن ينفذ هؤلاء الشروط لأنها شروط طبيعية واستحقاقية. نقول أن الكيان الصهيوني هو يراوغ ويكسب الوقت، وأحاديثه عن صفقة أو مبادرات جديدة ما هي إلا لكسب الوقت ومضيعة للجانب الفلسطيني. نقول أن الكيان الصهيوني يتبع هذه المراوغة من أجل إسكات أهالي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية وتهدئة الأجواء داخل المجتمع الإسرائيلي، وخاصة بعد تعالي الأصوات المحتجة في الشوارع الإسرائيلية. يريد أن يطمئن أهالي الأسرى أن هناك صفقات للأسرى، وأنه في نفس الوقت يبحث عن صيد ثمين داخل قطاع غزة، يبحث عن صورة انتصار حقيقي من الوصول إلى القيادات العسكرية والوصول إلى قيادات حركة حماس بالذات، من أجل أن يعود إلى المجتمع الإسرائيلي وأنه قد حقق إنجاز في هذه المعركة، ولا يريد أن يعود خاوي اليدين بعد 6 شهور من العدوان وبعد التكلفة الاقتصادية الباهظة في هذه الحرب. إذن من جنين البحث السياسي الفلسطيني الدكتورة سناء زكرنا، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر ضيفي عضو المجلس الوطني الفلسطيني من نابلس محمود الصيفي، شكرا لك أيضا أستاذ محمود.